سرني ارحب ايضا بسعاده السفير يحيى رباح سفير دوله فلسطين الاسبق وعميد السلك الدبلوماسي العربي في اليمن. ارحب بك سعاده السفير. مساء الخير سعاده السفير. اهلا وسهلا. يعني بلا شك انه تلك الذكرى المجيده حين تسلم الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح يعني سلطاته الدستوريه في اليمن كان قادم من الجبهه وكان قائد الجبهه يعني عندما كان اليمنيين بينهم مشاكل ويتعارضان، ولكنه جاء وكان اولوياته تحقيق الوحده اليمنيه وهو المشروع الاكبر في حياه اليمن الذي حققه الرئيس علي عبد الله صالح في 22 من مايو عام 90، وكان احتفالا كبيرا اقيم في عدن في قاعه فلسطين، وكان الرئيس الشهيد يتعرفات هو ضيف الشرف الوحيد في ذلك يعني الاعلان، وكانت تلك معجزه من المعجزات اليمنيه. تعرف ان اليمن يعني عادة مشهور بأنه يقدم في حياة العرب أمثلة رائعة، مثلا بعد فشل الوحدة بين مصر وسوريا رد اليمن على ذلك بثورة 62، يعني وهذا كان شيء مهم جدا ولافت للنظر. وأيضا تحقيق الوحدة كان إنجاز يمني عظيم، وطبعا مكن اليمن بأن يسيطر أمنيا لصالح العالم على مساحة واسعة من المساحات التي كانت مضطربة قبل تحقيق الوحدة. بتحقيق الوحدة فإن كل شاطئ البحر الأحمر والجزيرة العربية يعني وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس بلا شك نعموا بأمن عالمي في الملاحة وفي يعني طرق النفط وفي التجارة الدولية، وكل ذلك بفعل الوحدة التي كان له دور كبير جدا في تحقيقها، وهي الوحدة اليمنية التي نريدها يعني أن تعود كما كانت في السابق وأكثر، وأن يكون اليمن دور في تحقيق الأمن والسلم في العالم العربي وفي الجزيرة العربية كلها. نعم، يعني على مستوى العمل الدبلوماسي والعلاقات فيما بين الدول العربية وأيضا دول العالم، أنت كنت عميد السلك الدبلوماسي العربي و الدولي في اليمن بصفتك أقدم السفراء، يعني كيف تقيم العلاقات الدبلوماسية لليمن في تلك الفترة؟ بلا شك طبعا ياسر عرفات الرئيس الشهيد كان يحب اليمن حبا كبيرا ويؤمن به، وكانت علاقته مع الرئيس علي عبد الله صالح علاقة مميزة، لأن يعني الوحيدين الذين استضافونا في قلب عواصمهم حين خرجنا من بيروت كانوا اليمنيين. نحن كنا على بعد 30 كيلومتر من العاصمة صنعاء قواتنا، وكانت في تعز وكانت في الحديدة، وكنا في عدن يعني على بعد بيت أمطار قواتنا هناك، ولم يذهب بنا اليمنيين الى ما وراء البحار ووراء الصحاري كما فعل اخرون. وبالتالي كان يعني ياسر عرفات يؤمن بان صديقه علي عبد الله صالح امنيته الكبيره والخارقه هي الوحده، وصالحه في المساحه وفي كل مراحل الوحده اليمنيه، وكان فخورا بها وكان يشيد بها ابو عمار في كل مكان ذهب اليه في العالم العربي وفي العالم الخارجي، كان يشيد بهذه التجربه اليمنيه الرائعه ويقول ان يعني هذا اكبر دور
لليمن الذي دائما حين يكون مستقرا تأتي من ورائه هذه الأدوار الكبيرة والأدوار المشرفة. ولا تنتهي في اتفاق الخروج من لبنان كان للرئيس عرفات مكتب في صنعاء وهو المكتب العسكري، وكان يعتبر يعني اليمن بيته الثاني ويطمئن إليه، واليمنيين يقومون بكل ما يتوجب إليهم لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهم يحبونه حتى الآن، وجميع الأطراف اليمنية تحب فلسطين وتسعى لانتصار فلسطين إن شاء الله. سعادة السفير يحيى رباح، سفير دولة فلسطين السابق في اليمن وعميد السلك الدبلوماسي العربي.